عيد مبارك عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله رايحين دلوقتي نصلي صلاة العيد، هنغطي لكم صلاة العيد في كندا في مونتريال. خليكم معانا، هنروح نصلي صلاة العيد. السلام عليكم. دي الاجواء، هي الزحمة دي كلها، ركننا العربية بعيد لان احنا مش هنلاقي مكان زي ما انتم شايفين. وهنوريكم بعض الناس وهي ماشية، الناس وهي رايحة تصلي، الناس كلها رايحة تصلي صلاة العيد. وهنمشي لان لو ركننا العربية بعيد وهنمشي، كل ده الزحام ده الزحام ده كله عشان صلاة العيد. طبعا الجو النهارده كويس، ناس ايه كلها، كل ده رايح يصلي العيد يا جماعة، كل الناس راح تصلي العيد. كل واحد جاي مصليته معاه، ده ابني اهو. الناس ايه، الناس ايه جاي تصلي، كله جاي يمشي، كل الزحمة دي عشان خاطر صلاة العيد. ولسه قدام هنمشي شوية وعشان نوصل للمسجد، فاضل لنا بالظبط 10 دقايق. يعني لو انتوا شايفين على مدى بعيد قوي، الناس هي كلها ماشيه على رجليها عشان برضو موضوع الباركينج، هنلاقي مفيش مكان. فرايحين، كل سنه طيبين. هندخل طبعا جوه، احنا رايحين نصلي مش في مسجد لان المسجد ما بيكفيش الناس كلها، فواخدين مكان رياضي كده، يعني ملعب رياضي، ملعب داخلي، ملعب داخلي هنصلي فيه. لو انتوا شايفين من على بعد ناس ماشيه قد ايه، كل دي ناس راحه تصلي العيد. كل سنه طيبين، ده صلاه العيد من مونتريال بالتحديد مدينه لافال. دي المدينه اللي انا بسكن فيها، يعني مدينه لافال يا جماعه ما بتبعدش كتير عن مونتريال، تقريبا 15 20 كيلو. ناس من كل مكان، من كل مكان الناس جايه. على فكره ممكن ناس جايه كتير كمان من مونتريال، يعني ناس جايه من مونتريال جايه تصلي صلاه العيد هنا معانا، لان اللي واخدين المكان مسجد شهير هنا هو في لافال، لكن معظم رواده، يعني لانه هو بيعتبر بعد مونتريال على طول، يعني مفيش، يعني الناس من مونتريال بتيجي تصلي فيه وناس من لافال، مفيش مسافة كبيرة يعني.
المدخل وما زال في إخوة كثيرين حتى على الطريق. نعتذر إليكم ونتمنى إن شاء الله أن يكون عيدا سعيدا مباركا عليكم. أخذ الصلاة شوية لأن كثير زحمة وكثير مليان. من أخذ الصلاة تقريبا دلوقتي 5:05 بين 10 دقائق أقل. ارفعوا الاصوات بالتكبير بركه الله.